أكدت سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة مريم الكعبي تضامن مصر والإمارات لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لافتة إلى تنفيذ البلدين عمليات إسقاط جوي للمساعدة على القطاع. وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري، أشارت سفيرة دولة الإمارات إلى عمق علاقات التعاون الوثيقة بين القاهرة وأبوظبي في مختلف المجالات. التعاون الكبير بين دولة الإمارات ومصر النهاردة في دعم أخواننا في غزة، والتنسيق الكبير على مستوى كبير، والجهود المصرية في دعم دولة الإمارات أيضا، العمل الكبير والفرق الإماراتية الكبيرة الموجودة أيضا، المساعدة دلوقتي يعني كان الإسقاط الثالث للمساعدات على شمال غزة بالتعاون بين القوات وزارة الدفاع الإماراتية والقوات المسلحة والقوات الجوية المصرية، كان يعني عمل جبار. وإحنا من بدت الأزمة دولة الإمارات مع يعني ودعم كبير من اخواننا المصريين، يعني الكل يتشارك في احتفاليه انسانيه من القيم الانسانيه اللي بتؤمن بها دوله الامارات وتؤمن بها جمهوريه مصر الحبيبه. وده الموضوع مش بس على مستوى قيادات، وانما بين ايضا على مستوى شعوب.